بنحلم لبكرة. أهلا وسهلا بحضرتكم. بنحلم لبكرة يعني بنحلم بانتخابات محترمة، بانتخابات نزيهة، ولأن إعلامي بشوف أن هذه الانتخابات هي اختبار حقيقي للإعلام المصري. والإعلام المصري ما بقاش التلفزيون المصري، الإعلام المصري بقى حاجات كتير قوي، بقى دريم وبقى المحور وبقى اون تي في وبقى او تي في وبقى قنوات عديدة. مش عايز أقعد أعدد أسماء كل القنوات المصرية، كل قناة بيظهر عليها مصري أو برسمة المصري هي اختبار حقيقي وجزء من رصيد مصر وقوة مصر. في الانتخابات هنا محك حقيقي، كيف سيكون دور الإعلام؟ زي ما قلت لحضراتكم هو اختبار صعب وقاسي، لأننا بنخوض تجربة خضعة للرؤية، للتقييم، للرقابة، لكن مش للتهديد أو الإغلاق أو أي حاجة في الدنيا. احنا داخلين تجربة علشان نشوف الإعلام هيتعامل معها ازاي. النهاردة أنا ضيوفي الأعزاء بيمثلوا اثنين أكبر قناتين خاصتين موجودين في مصر، لهم تاريخ ولهم تأثير حقيقي، الأستاذ الدكتور أحمد بهجت، أهلا وسهلا. أهلا نورني. والأستاذ الدكتور حسن راتبي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ومعنا طبعا أستاذ الإعلام، أستاذنا واللي بيخوض تجربة مهمة جدا، تجربة البعض بيراها كانت مهمة ولابد أن تتم من سنوات، والبعض الآخر بيرى أنها قد تكون رقابية أكثر من أي حاجة تانية بتوجه لها بعض الحاجات. الناس مش فاهمة دور هذه اللجنة المهمة اللي احنا كنا محتاجينها عشان تشاور وتقول فيه هنا ايه، ما هيش جهة بتاعة اغلاق وفتح. الدكتور طارق ابو زيد، اهلا وسهلا. اهلا بك، منورني يا فندم. شكرا. هبتدي، انتوا صوتين بس، صوتين بتمثلوا صوت يعني، او يعني منطقة واحدة. كيف استعددتم للانتخابات يعني دكتور احمد بهجت؟ هل يا ترى عملت اجتماع مع المهندس أسامة ومع العاملين، مع الزملاء في البرامج، مع مدير البرامج، حددت بروتوكول للتعامل، قلت هنتعامل ازاي في الفترة القادمة؟ الحقيقة احنا ما بنعملش كده يعني، احنا مفروض ان عندنا النشاط قائم، انا لا اتدخل فيه الا لما يكون فيه مشكلة. نعم. طالما ان الامور شغالة وكويس ومفيش حاجة، كل واحد بيقوم بدوره في القناة بدون تدخل مني خالص. رئيس مجلس الإدارة هو الأستاذ أسامة عز الدين. نعم. ولست أنا مالك للقناة ولكني لا أديرها. نعم. اللي بيحصل أنه كل واحد عندنا عارف بالخبرة، احنا 10 سنين دلوقتي طبعا الحمد لله يعني، فبالتالي ما بقاش فيه يعني جديد نقدر نقوله لحد، كل واحد عارف حدوده وعارف الحدود القصوى ايه والأدنى ايه منها وكده. احنا مدين حرية كبيرة. نعم. بيحصل بعض التجاوزات احيانا بنتدخل ساعة لما يحصل تجاوز، انما بمعنى ايه التدخل يا دكتور؟ التدخل يعني ان احنا نجيب نقعد مع المذيع ونقول له ان ده حصل كذا وكذا ويجب ان ده يتوقف وما تعملش الاسلوب ده، لانه ربما يكون واحد متجني على حد. نعم. واخد بالك، او واحد زعلان من حد، فبيبقى ربما يكون هناك رد فعل من ناحيته سلبي، فبنقول له والله خلي بالك لما واحد، احنا عندنا طبعا الرغبة العارمة هي ايه؟ الانتقاد. اللي عندنا في الدريم ولا في الاعلام المصري؟ الاعلام عامة. أيه. السهل دايما ان انا انتقد، الصعب ان انا اتكلم على الايجابيات، فدايما بنحاول نزق الناس يا جماعة في ايجابيات كثيرة، ركزوا عليها شوية، اعملوا يعني ما يبقاش الموضوع زي ما كان حد بيقولك الكوباية نصها فاضي ونصها مليان، انت بتتكلم عن النص الفاضي بس. ما هي لازم تبقى واحدة من الاثنين يعني، ما ينفعش لازم يبقى فيه الاثنين، نحط المعيار اللي هي الموضوعية، لما تبقى فاضية تبقى فاضية ولما تبقى مليانة تبقى ما هو مليانة. تعرف حضرتك ايه، انت لو عايز تتكلم على السلبيات فقط فهتجد ايه رصيد ان عندك عشرات المواضيع تتكلم فيها براحتك. نعم. وهتلاقي كتير اوقات تعاطفوا معاك ويحبوا ان يسمعوا الكلام ده. ليه؟ لانه انا بطبعي عندي تذمر، عندي مرتبي قليل مثلا، فعايز اسمع كل الحاجات السلبيه. نعم. انما لما يكون في حاجه ايجابيه لازم نركز عليها الضوء، انا رايي كده شخصيا، يعني ببذل مجهود عشان الناس تخش على الايجابيات لانها مطلوبه. طب ما ينطبق على الاحوال العاديه اللي حضرتك عامل نظام مؤسسي عندك في دريم وده مستمر، هل منطبقة على الانتخابات ولا الانتخابات كانت محتاجة قاعدة أكتر علشان نقول يا جماعة العين علينا، يجب أن احنا نقدم تجربة إعلامية حقيقية لا معاييرها؟ هقول لحضرتك، احنا من الواضح أن بقى لنا فترة هناك نوع من العصبية في الموضوع بتاع الإعلام،
عامه. العصبيه يعني مش القبليه قصدي حضرتك، لا العصبيه يعني في يعني واحد نوع من التوتر في أيوة. توتر. الانتخابات دي مهمه وهيكون ليها تاثير كبير في انتخابات رئيس الجمهوريه 2011. نعم طبعا ده دور كبير موجود، فكل واحد بيحاول يعمل ايه، يحلق على الحاجه ويقدر يعني يسيطر عليها لو قدر يعني. نعم الاعلام اصبح اعلام حر بفضل السياسه اللي منتهجها سياده الرئيس. فطبعا احنا ما يعني بصراحه وانا قلتها اكتر من مره يعني، احنا لولا ان هو كان عنده صبر وطوله بال ما كانش احنا وصلنا للي وصلنا له في حريه الاعلام. نعم فهو كتر خيره ان هو يعني سامح بهذا القدر من الحريه، وثبت ان احنا يعني النهارده انا قلتها اكتر من مره برضو ان القنوات العربيه اللي كانت واخده مستقطبه الشعب المصري كله ما بقتش زي الاول تتفرج على التلفزيونات المصريه، الناس بتتفرج على التلفزيونات المصريه. نعم فلابد الناس برضو تبقى مقدره ان انت لو قفلت على القناه المصريه هترجع تزيد القوه بتاعت القنوات الاخرى. نعم. لان الناس هتتفرج عليها، حتى لو بعد انا سمعت بعض الاطراف قالت هنقفل المكاتب بتاعت القنوات دي، حتى لو قفلت النهارده الفضاء مفتوح يعني حضرتك بالانترنت واحد يصور ويحطها على النت وتروح طبعا في 3 دقايق يبقى الخبر ده وصل. فانا بقول ان ايه الحفاظ على الحريه الموجوده بان احنا ندعمها اكتر. نعم. مش نضيق عليها. فانا متفائل ان شاء الله في الانتخابات القادمه ان يكون الانتخابات دي حره، وهيبقى واضح طبعا من اللي حصل في الاختيارات بتاعه الحزب الوطني ان هيكون في منافسه شديده جدا بين اعضاء الحزب الوطني ونفسهم. ودي حاجه انا يعني مش عارف لسه تاثيرها هيكون ايه على النتيجه وعلى العمليه الانتخابيه، لان ازاي هتيجي تقول مثلا انه واحد بيخش، انت عارف بيحصل دايما نوع من التوأمه يعني، واحد مثلا فئات بيروح لواحد من العمال طبعا، فهو لو 3 فئات هي واحد اللي هياخد حدوته الانتخابات اللي هيحصل اللي حصل مع الحزب الوطني، هي محتاجه حد من الحزب الوطني، ان ده موضوع له علاقه بالدريم ايضا. أيوة. هرجع لحضرتك دكتور حسن، انت مع الدكتور احمد بهجت ان المسائل ماشيه ومنتظمه اساسا، ولا خط خطوات مع العاملين في الوطن؟ يمكن الحقيقه انا مع الدكتور احمد بهجت في مقال، ولكني اختلف في نقاط بسيطه جدا من الدكتور. انا رئيس مجلس اداره القناه. نعم. هو مش رئيس مجلس اداره. فعاده مجلس الاداره بيضع في العمل المؤسسي بيضع ثوابت، ميشن، رساله واضحه، اهداف واضحه، قضايا بتبقى امام الناس كلها ما هياش مخفيه على حد. فاحنا لنا سياسه واضحه وثوابت واضحه وقواسم مشتركه الجميع يعلمها كويس. اي حد يخرج عن الهدف يبقى خرج عن الرساله وعن الهدف يتحاسب، مفيش هزار. احنا بنتكلم بقى على كونسبت، مش بتكلم على برنامج ولا بتكلم على مشاريع. طبعا انا بتكلم على اهداف واضحه، ده العمل المؤسسي اللي انا بقصد ان انا ده طوال الوقت. ده موجود طول الوقت. طبعا لما بنيجي بنتعرض لبعض الظواهر المجتمعيه اللي بيشكل فيها الاعلام وجدان الناس وليه تاثير، لابد ان يكون هناك وقفه بسيطه، وقفه لاعاده تقييم هذه الثوابت والتذكير بها. نعم. وقفه لاعاده صياغه الاهداف واعاده صياغه الرؤيه للمرحله القادمه بشكل واضح. لابد ان احنا نعترف كلنا ونقر ان النظام اللي موجود هو الذي اوجد هذه المساحه من الحريه، وان مساحه الحريه اوجدها النظام لفساح المجال امام الممارسه الديمقراطيه، ما اوجدهاش هبهزر ولا اوجدها عشان الناس. لما بتقول النظام يا دكتور حسن وانا اسف بس عايز احدد، تقصد راس النظام يعني هل هو اختيار خاص بالرئيس مبارك ام ان النظام بكل عناصره ترغب في هذه الحريه؟ لان ده ليه علاقه بالصدامات بتحصل. لا شوف انا عايز اقول لك حاجه، انا لما اقول النظام اقصد كل التشكيل المكون لهذا النظام وعلى راسه مؤسسه الرئاسه. نعم. لانها مؤسسه الرئاسه اقتضت ان تبدا تمشي في طريق الديمقراطيه. بص وارجو ان يعني ان تدرك ان الفاظي محدده، ان تمشي في طريق الديمقراطيه.
واخد بالك ازاي؟ وهناك فرق ان تمارس الديمقراطيه وان تمشي في طريق الممارسه الديمقراطيه وان وانك تقول انك انت بقيت دوله ديمقراطيه. احنا عشان 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 نقول لنا مصداقيه هي مع المجتمع أن تكون دولة ديمقراطية. ومع المش... في فرق بين ان تنشد وفي فرق انك انت تدعي انك. احنا انا بقول لك ان النظام ينشد ب... 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 بجديه شديده ان يمارس الحياه الديمقراطيه وان يوجد الراي والراي الاخر وأن يحاول أن ينشر ثقافة الاختلاف واحترام هذا الاختلاف وأن ينشر ثقافة التعددية لأن هي دي الممارسة الديمقراطية. احنا ملناش خيار تاني خلي بالك. نعم. وإلا لو حصل ردة لا قدر الله في هذه الأمة هتبقى نكبة كبيرة جدا جدا على كل المجتمع. يعني مش كلنا هنشرب من كاس سيء جدا جدا. هذا النظام بوعيه هو الذي أفسح للكلمة المكتوبة والكلمة المسموعة والكلمة المرئية المجال لكي تفسح المجال للرأي والرأي الآخر. طيب ده هيودينا لفين؟ هيودينا إذن يبقى بقى هنا إيه؟ لابد حينما تنشئ عمل مؤسسي أن تكون فيه هناك رسالة واضحة، أهداف واضحة محددة، وأن تكون شغلتك أنت الإشراف والرقابة على أن الرسالة تتحقق. نعم. وأن الناس لا تحيد عن الأهداف. نعم. لكن لابد أن تفسح المجال للرأي والرأي الآخر أن يعطي وأن تترك للمشاهد واخد بالك زي أن يحكم وأن يكون الفيصل هو الحجة والمنطق والاقتناع مش بس في الدائرة المحلية بتاعتك. أنت زي ما قال أخويا الدكتور أحمد بهجت نحن أمام سماوات مفتوحة خيري. سماوات مفتوحة يعني ثقافات وافدة من هنا وهناك ولا تستطيع أن تحجب أي ثقافة عنك دلوقتي. فكيف تستطيع أن تمارس ثقافتك وفكرك ورؤيتك وبمنطقك حتى تحافظ على موروثك الثقافي دون أن تكون أسير فيه وحتى تنطلق إلى العالم وإلى الحداثة وإلى التكنولوجيا وإلى التطور دون أن تفتن به؟ احنا بنرد على مين؟ يعني كلام الدكتور أحمد وكلام حضرتك بنرد على مين اللي بيفكر في الإغلاق أو بيفكر في التقييد أو بيفكر في التضييق؟ أقول لك على حاجة. مين أنا أقول لك على حاجة. لما تقعد مع العقول المفكرة النيرة اللي هي بتخطط لهذا المجتمع، وأنا لما أقول لما تسمع فكر مؤسسة الرئاسة بصفة خاصة وتسمع حينما يتكلم الرئيس في خطاباته، وهذه مناهج لابد ان احنا نقعد وندرسها ونشوف عباراتها رايحه فين وجايه منين، لان هي هو ده المنهج الحقيقي اللي انت بتتكلم عليه. احيانا وانت بتيجي تنفذ تلاقي الناس يا اما ما فهمتش الرساله كويس يا اما رفضها، يا اما احيانا تبقى مش فاهمه فتحدث في التنفيذ في اليات نوع من العثرات والتعثرات. هذه ليست مسؤولية المؤسسة ولا مسؤولية النظام، دي مسؤولية أفراد آليات التنفيذ. هنا يأتي دور بقى من المسؤول عن آليات أشخاص آليات التنفيذ؟ القيادات اللي موجودة سواء في الحكومة سواء في الحزب سواء في أي مكان بتحدث. ما نقدرش نقول أن في تجربة تمشي من غير آليات تنفيذ، وما نقدرش نقول أن في آليات تنفيذ تمشي من غير أخطاء. كل ده وارد. شغلة الإعلام بقى. أيوة. أنت الإعلام الحر اللي بيتكلم من وجدان متحرر، انك تقعد تحط ايديك على نقاط الضعف التي حدثت في اليات التنفيذ وتبرزها وترجع فضلها لمن ارسل قواعد. ما تقولش بقى انك انت تقول كذا كذا كذا، لا، ده في قواعد ارسى وقالنا ان احنا عايزين نمارس ديمقراطيه وعايزين نمارس تعدديه وافسحنا للكلمه المكتوبه، شوف قد ايه من الصحف وقد ايه من الاصدارات، وافسحنا للكلمه المسموعه، شوف قد ايه من القنوات اتفتحت. إذا القضيه كده، إذا حدث خطأ في آلية التنفيذ، إذا حدث خطأ في بعض الناس الماكولين إلى أنهم يمارسوا العملية، إذا حصل خطأ يبقى لجنة التقييم والرصد هنا دورها أنها تشاور وتقول في مش خطأ. مش كده؟ أدي واحد. اتنين. نعم. أنت لازم هنا بقى الحراك، الحراك اللي بيتم ما بين الأفكار المتعددة والرؤية وثقافة الاختلاف واحترام من تختلف معه. مش معنى ان هو اختلف معاك ان هو ضدك، بالعكس، ده انتوا الاثنين في بوتقه واحده. بس هو ده مش حاصل قوي يعني، والله حتى في الاعلام وحتى القائمين على الاعلام من ليس معك فهو ضدك ومحطوط في معسكر تاني. لابد، شوف يا خيري، ملناش خيار غير ان احنا نرثي هذه القواعد وننشر هذه الثقافه وندافع عنها وانا كده انا اقعد واحترم رايك وانت مختلف معايا. طب انا هرجع لحضرتك تاني علشان هجيب لك نماذج واشوف انت ممكن تقبل راي الاخر ولا لا. قوي. استاذ دكتور فاروق ابو زيد، لما اتعملت اللجنه دي